بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج انت تسال واحمد الكاتب يجيب لماذا كان ائمه اهل البيت ياخذون الخمس اذا لم يكن واجبا في المغان في المكاسب لماذا كان ائمه اهل البيت ياخذون الخمس في المكاسب اذا لم يكن واجبا في ذلك وانه فقط في المغانم قبل ان ادخل في هذا الموضوع واجيب على الاخت ام علي من العراق التي تسال هذا السؤال اود ان اقول باننا هنا نبحث هذه الامور بصوره مستقله ومحايده لا سنيه ولا شيعيه وذلك ردا على احد الاخوه الذي اعترض على السائل والمجيب انه اذا واحد شيعي لماذا يسال واحد اخر غير شيعي وواحد اخر يعني إذا هو لم يكن شيعيا فلماذا يفتي أو يجيب عن بعض المسائل للشيعة إذا هو لم يؤمن بالأئمة أساسا فأقول له نحن هنا نبحث هذا الموضوع من دون التزام سني أو شيعي نبحثه بصورة عامة من القرآن الكريم أساسا نحاول أن نتعرف على الأحكام الشرعية من القرآن الكريم وربما نستعين ببعض الآراء من هنا وهناك فالأخت علي تقول سلام عليكم أستاذ أحمد أنا من متابعيك وقد استمعت إلى محاضرة للسيد كمال الحيدري يذكر فيها أن الإمامين الجواد والهادي كان يأخذان الخمس من الشيعة فماذا تقول وما هو رأيك طبعاً هي تعلق على حديث سابق لي بأن الخمس فقط في المغانم أو غنائم الحرب ورد في غنائم الحرب ولم يرد في المكاسب، المكاسب يشملها موضوع زكاة، الزكاة هي التي يعني في الذهب والفضة وفي الأنعام وفي الغلات الأربعة ويمكن واحد يجتهد فيها أيضا يزيد النسبة أو يقللها أو يوسعها حسب المواد الأخرى بس يسموها زكاة. والزكاة طبعا هي أشمل حتى الخمس يدخل في باب الزكاة. الزكاة بالمعنى العام هي الإنفاق والنمو. وأجبتها بما يلي. قلت ربما كان ما نقل الحيدري عن الامامين الجواد والهادي وانا اضيف العسكري ايضا كان ياخذ الخمس انه كان صحيح هذا الكلام ولكن كلامهم ليس حجه شرعيه وانما اجتهاد منهم ولا يوجد اي دليل على امامتهم من الله وان كلامهم مثل كلام النبي كما أكد الإمامان الباكر والصادق بأن الإمام الحسين لم يوصي إلى أحد من بعده في الكافي موجود الأحاديث وقرأناها عدة مرات ولم يوصي إلى زين العابدين لما به أي أنه كان على وشك الموت وحسب رواية يرويها الإمام الباكر أن الإمام محمد بن حنفية الذي أصبح إمام الشيعة بعد الإمام الحسين طلب من زين العابدين اتباعه لانه اكبر منه وعمه ووصي امير المؤمنين وايضا قال له حسب الروايه التي ينقلها الامام الباكر انه لا يوجد اي نص على زين العابدين وقد اقر بذلك زين العابدين ما قال انا علي نص موجود وانا امام من الله وكذا ولكنه طلب الاحتكام الى الحجر الاسود وبقية القصة الأسطورية معروفة أنه راحوا الحجر الأسود وتكلموا معاه وسلموا عليه والحجر الأسود سلم عليه الامام زين العابدين طبعا هاي قصة لم تثبت في التاريخ ولا يعرفها أي أحد وهي على أساس حدثت في الكعبة أمام الحجر الأسود ولم يرويها أي إنسان المعجزة العظيمة تكلم الحجر الأسود لأن يتحدث بها اي راوي او اي مؤرخ او اي واحد اخر. فاذا هي قصه مفتعله يعني ومنسوبه الى الباقر. واذا كان الباقر قد قال هذه القصه ورواها فتلك مصيبه حقيقه. وانا استبعد ذلك. ولكنها هذه الروايه اللي تروى عن الامام الباقر هي تتضمن انه لا يوجد نص على زين العابدين. الا قصه الاعجاز. فتؤكد هذه الرواية عدم وجود نص أو وصية على زين العابدين. فكيف أصبح بقية الأئمة معينين من قبل الله؟ وأصبح كلامهم حجة شرعية. يعني أي كلام يقولوه أو أي تفسير للقرآن أو أي حكم شرعي يعني صار هذا حكم الله تعالى. هذه مسألة كبيرة يعني احنا خلي يعني نلتزم بالقرآن أولاً، وبعدين هم الأئمة كانوا يقولون أي شيء. رواية تجيكم عنا تخالف كتاب الله فاضربوا بها عرض الجدار لأنه كان هناك يروون ناس كثيرون يروون روايات مخالفة للقرآن وينسبوها لأهل البيت إضافة إلى أن القاعدة المعروفة التي كان يلتزم بها أئمة أهل البيت ويدعون لها وهي عدم الفتوى خلاف القرآن هم كانوا يقولون كل ما عدنا روايات عن آبائنا و أجدادنا عن رسول الله ورفض أي رواية تنقل عنهم مخالفة القرآن وعندما نشوف القرآن يحصر موضوع الخمس في المغانم مغانم الحروب في قصة بدر أول ما نزلت الآيات في سورة الأنفال وقد حصر القرآن الخمس في غنائم الحرب ولم يأخذ رسول الله من بقية أموال المكاسب إلا الزكاة وكذلك فعل أمير المؤمنين ما كان يأخذ الخمس ولا الحسن ولا الحسين كان يقول تعال لنا الخمس مثلا ولم يعرف الخمس إلا في وقت متأخر من حياة الأئمة أو القرون التالية يعني مما يدل على أنه كان اجتهادا حادثا يعني بعض الأئمة اجتهدوا في هذه المسألة ولم يبتني على ايه قرانيه او حديث نبوي. وهو اولا هذا يدفعنا الى الشك بالروايات التي تقول بان الائمه كانوا يشجعون على الخمس. شك مبدئي عندنا لانه مخالف للقران وشيء جديد سابقا ما كان موجود هذا. ثم ان الخمس والزكاه لا يجب اخراجها الى احد معين، ما مكتوب بالقران اعطوها الى احد معين او الى هذا الامام او ذاك. إلا إذا كان حاكما ويطلبها النبي كان هو حاكم يعني هو يعني رئيس الأمة الإسلامية بالتالي فكان يأخذ الـ الـ الخمس من غنائم الحرب وأبو بكر أيضا في حروب الردة وغيرها وفي الحروب الأخرى عمر وعثمان وكذا أيضا كان يأخذون الخمس من غنائم الحروب باعتبارهم حاكمين في حين لم يكن الإمام الجواد أو الهادي أو العسكري مثلا لم يكونوا حكاما على المسلمين وبالتالي كيف كانوا يأخذون الخمس على أي أساس يعني وربما الواحد يقول هم ائمه هم معينين من قبل الله هم الحكام الاساسيين وهذا يحتاج له يعني اثبات او دليل وربما كانوا ياخذون الخمس من باب الهديه من الشيعه من يعني باب انه ناس يحبوهم موالين لهم فياخذون الخمس من عندهم من باب انه دعم الموقف الائمه لا على الوجوب انه هذا يجب عليكم تعطون الخمس لانه هذا شيء مثل الان في حركات احزاب حركات تضع ضريبه او تضع مثلا ماليه معينه على المنتسبين الى ذلك الحزب ان اي واحد ينتسب للحزب خليه يجيب لنا فلوس نسبه معينه او الحوزه الان مرجعيه تاخذ مثلا الخمس ما إذا سلطة تفرض هالشيء، أي واحد يدعم المرجعية، يدعم الحوزة يعطيه الخمس. يعني مسألة عرفية مو مسألة وجوبية يعني. وقد نقل الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابوي الصدوق عن إسحاق بن يعقوب الرواية المشهورة عن الإمام المهدي الذي يقول في بدايتها هاي الرواية معروفة ما تأسس حتى المرجعية واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا في اجوبه كثيره يعني الى ان يقول واما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل الى وقت ظهور امرنا يعني عندما نحكم يصير الخمس واجب قبل ما نحكم طيب هم ايضا ما كانوا حاكمين في فتره الامام الجواد او الهادي او العسكري فكيف كان ياخذون الخمس على اي اساس؟ وهو من اعمال الدولة وهم بعد ما عندهم دولة فكيف يفرضوا ال هذا آه هذه الروايه طبعا كما تعرفون يرويها الصدوق في كتاب اكمال الدين الشيخ الصدوق توفى سنه 381 يعني بعد اكثر من 120 سنه من وفاه الامام الحسن العسكري قال حدثنا محمد ابن محمد ابن اصام الكليني قال حدثنا محمد بن يعقوب الكليني عن اسحاق بن يعقوب بس محمد بن يعقوب منو الكليني نفسه يعني صاحب الكتاب الكافي او واحد اخر عن اسحاق بن يعقوب قال سالت محمد بن عثمان العمري اللي هو مدعي النيابه رقم اثنين النيابه الخاصه سالته ان يوصل لي كتابا قد سالت فيه عن مسائل اشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان بخط مولانا صاحب الزمان لاحظوا هذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق في إكمال الدين جزء 2 صفحة 483 الباب 45 الحديث رقم 4 ويرويها الشيخ الطوسي من بعده في الغيبة صفحة 176 ويرويها طبرسي في الاحتجاج ويرويها عنه الحر العاملي في الوسائل جزء 18 صفحة 101 باب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث رقم 9 طيب الشيخ الصدوق يروي عن الكُليني الكُليني ما راوي هذه الرواية ليش ناسيها غافلها هو واحد واسطة بينه وبين إسحاق بن يعقوب فاسحاق بن يعقوب شلون يجي كلين الصدوق ورا مئة سنة يروي هذه الرواية عن واحد في اواخر القرن الثالث الهجري اللي هو محمد بن عثمان بن سعيد فالرواية فيها شك يعني شوي وبعدين بخط الامام صاحب الزمان شو بدري قلت وين شفت الخط ماله وين شفته وين شفت خطه حتى صار بخط مولانا صاحب الزمان، مولانا كان يشوف الخط ماله؟ وين؟ ليش ما احتفظتوا به اذا هذا خط مقدس وامام غائب؟ على الاقل خلينا نعرف الخط ماله فد شيء تحفه بالمتحف بالشي نرجع له مثلا. اوكي روايات يحكون هكذا بدون اي دليل. يعني صفطون كلام بالحقيقه بدون هو وين الامام مهدي الغائب حتى وين خطه بعدين؟ هو هذا محمد بن عثمان كان يكتب الرسائل بيدية وبخطه هو ويقول هذا خط نوم صاحب الزمان هو اصلا ما شاف صاحب الزمان ولا يعرفه يقول ايه شفته ورقبته شيء ضخينه بالمكه وما ادري وين مدينة يعني واحد دجال دير روايه وبعدين صار دين شو يعني في لعب ترى بتاريخنا وبفقهنا وبديننا هذول لعبوا لعب بديننا زين الان نجي فاذا احنا يعني الروايات اللي جايه انه الهادي او العسكر ربما من التاريخ نقدر نعرف انه فعلا كان ياخذون الخمس بس مو على وجوب على استحباب من باب الهديه ربما كانوا يقدمون لهم انه صار الخمس في المكاسب ولا فقط في غنائم الحرب 20% طبعا هنا الاخت ام علي تجيبنا على الخاص ايضا تقول سلام عليكم اذا كان كلام الجواد وما بعده حول الخمس يعني الهادي والعسكري وما بعده حول الخمس ليس بحجه كما انا قلت يعني فيكون جميع ما قالوه الائمه من روايات متسلسله بسلسله الذهب هي ليست حجه ايضا وبهذا القينا من موروثنا الديني في البحر ولكن على رغم معلوماتي الضيقه والبسيطه لا يحتاج الامام الحسين ان يوصي لولده السجاد في ساحه المعركه وقد اوصاه مسبقا او قد نص عليهم نبي النبي صلى الله عليه واله بتسلسلهم فاصبحت حجيتهم واقعا واقع حال لا يحتاج ان يوصي الاب لابنه ومن خلال التدبر بافعال واقوال ائمتنا لم نجد في قولهم وفعلهم شططا او خطا واقوالهم من الادب والفلسفه اعلى من مستوى البشر وهذه اسمه حسب رايي البسيط وسوف استعين باخرين او حتى منك اذا سمحت لمعرفه واثبات حجيه الأئمة ولكن لم تخبر ما قاله الامام الصادق والباكر لم تخبر بالنسبه لروايه الامام السجاد وعمه اذا كانت اسطوره فلا يحق لنا الاستدلال بها على عدم أحقية إمامة السجاد أي إذا كانت القصة وهم فلا نستطيع الاستناد عليها بالاتجاه المعاكس طبعا هنا الأخت عدة نقاط تذكر في موضوع إثبات الإمامة للسجاد ومن بعده وانتقلنا من موضوع الخمس إلى موضوع حجية كلام الأئمة إذا ثبت مثلا الهادي أو العسكري أو شيء قالوا كلاما فهل كلامهم هذا كلام النبي أو كلام الله او لا هذا اجتهاد من عندهم كعلماء هم ربانيين وكفعل شخصي مسوي يعني مو هو دين هذا حتى نرفع كلام الائمه الى مستوى الدين نحتاج نثبت انهم عندهم ارتباط بالله تعالى وبعدين يمكن ناخذ اي مثل اي نبي النبي شنو يقول يقول هذا كلام الله بعد ما عندنا نقاش في هذا الموضوع هنا أعيد الكلام حتى نقطة نقطة نبحثها أولا ليس كل أحاديث الأئمة أو الأحاديث الواردة عنهم هي حديث سلسلة الذهب تعرفون سلسلة الذهب مثل الحديث المشهور عن الإمام الرضا لما راح إلى وطلعوا الناس شالين محابرهم وأقلامهم وقالوا له حدثنا بحديث حتى ناخذ من عندك يعني فحدثهم بحديث سلسلة الذهب المعروف أنه لا إله إلا الله حصني عن أبي عن أبائي عن رسول الله عن جبرائيل عن الله تعالى الحديث هكذا يقول أنه لا كلمة لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي هذا حديث يسمى حديث سلسلة الذهب طبعا يضيفوا له إضافات أخرى بعدين يقول لهم طلع خارج المدينة طلع راسه من المحمل وقال انا بشرطها وشروطها وانا من شروطها هاي طبعا اضافه غير مؤكده يعني الحديث الاول مشهور ليس كل احاديث الائمه هكذا احاديث سلسله الذهب احاديث بها اراء تنسب اليهم احاديث فيها اجتهادات فيها تاويلات يعني هسه انا ما ابحث السند صحيح مو صحيح بس اقرا كتاب الكافي كثير من الاحاديث والقصص وكذا ما بي حديث سيره الذهب قال الله تعالى مثلا قال الله تعالى من دون ما يعني يقول من حدثني ابي عن آبائي عن رسول الله فهذا يعني واحد يقف أمامك انت شنو عندك وحي نزل عليك ولا ملائكه نزلوا عليك هكذا كان يقول لغلات من الشيعه بعضهم انه الائمه الباقر كان محدث وكانت الملائكة تنزل عليه وتحدثه بعد ما يحتاج لسند يجيب عن رسول الله ولا عن أبائه فإذا هذا يختلف فليس كل ما ورد عن الأمة سواء صح أو لم يصح هو حديث سلسلة الذهب هذا أولا أه تقول إذا صارت جميع ما قالوه ليس حجة لا إذا ثبت كلامه متفق مع القرآن وفي سند عن رسول الله ممكن نأخذه أه و وبهذا ألقينا هي الأخت خايفة أن نلقي كثير من موروثنا الديني في البحر هو في الحقيقة لازم نسوي شكل ومو أنا أسوي العلماء الشيعة مسوين العمل هذا العلامة المجلسي وغير المجلسي والعلماء بصورة مستمرة والأصوليين خصوصا أربعة أخماس أو خمسة أسداس الكافي ذابية بالبحر الأحاديث هذا ضعيفة يعني ذابية بالبحر يعني ما يأخذون بها فمو بشرط يعني وفي الكافي أنا قرأت الكافي من أول إلى آخر ما شفت مئة رواية مو أكثر من مئة رواية يعني عن رسول الله واردة عن الأئمة البقية أراء اجتهادات تأويلات تأويلات تعسفية بعضها بالقرآن ما ي... ما نقدر نقبلها عن الأئمة يعني أنه أئمة قايليها فإذا بحاجة فعلا أن نأخذ القرآن والمتواتر من الحديث وهو قليل جدا حتى عن رسول الله مو كل أحاديث متواتره. يعني شوفوا الامام امير المؤمنين كم حديث عنده عن رسول الله؟ مو اكثر من 20 حديث. شوفوا بقيه ابو بكر وعمر عثمان شنو رواه؟ ما رواه شيء. الامام الحسن الامام حسين كم حديث رواه عن رسول الله؟ ما بضعه احاديث فقط. فاذا الاحاديث قامت تتكاثر مع الزمن وتنسب الى الائمه وتنسب الى رسول الله. خلينا ناخذ القران اكيد هذا ثابت ما حد بيناقش به. تجي تقول ايضا الاخت ولكن على رغم معلوماتي الضيقه والبسيطه لا يحتاج الامام حسين ان يوصي لولده السجاد يعني في المعركه وقد اوصاه مسبقا او قد نص عليهم النبي بتسلسلهم فاصبحت حجيتهم واقع حال لا يحتاج ان يوصي الاب لابنه هذه بالحقيقه هذا الكلام يعني مو صحيح يا اختي الكريمه ام علي. هذا بناء على ما هو شائع ومشهور الان عند الاثنا عشرية خصوصا ان اسماء الائمه نص عليهم النبي واحد بعد واحد وصارت الفرقه الاثنا عشرية. هاي احاديث كلها موضوعه. موضوعه في القرن الرابع والخامس، ما كان لها وجود اصلا في حياة الائمه لو نقرا تاريخ الائمه ما نجد الاحاديث هذه. وبالتالي نظرية الإمامة أصلا ما موجودة نظرية الإمامة قال بها فريق صغير سري بصورة سرية باطنية كان يبسبسون ببعض الأحاديث ثم انتشرت في القرون اللاحقة وإلا في حياة الأمة يسألوهم على في الكافي موجود يسألون الإمام الصادق هل أنت إمام مفترض الطاعة من الله يقول لا أبدا من قال لكم الكلام هذا أنا لست كذلك لست إماما معينا مفروضا من قبل الله الإمام زيد ابن علي لما راح ذاك مؤمن الطاق راح الكوفة عشية الثورة على الأمويين فقال له أنت لست إماما معينا من قبل الله قال له شنو الكلام من جايبة أو أمر أسمع به ولو كان كلامك هذا صحيح هناك أئمة من الله كان أبوي علمني بشيء ما مثل عبدين كان خبرني ما كان ما كان متصدي للإمامة أساسا ولا كان يقول أنا إمام ولا كان يقول انا امام معين من قبل الله. وهذا ابن زيد ما يعرف هالشيء هذا. قال له لا انت ما قال لك لانه خاف عليك. يقول لك انا انا امام او اخوك امام وما تقبل وتروح للنار بعدين. اذا اذا هو يعصي الله وهذا الشيء من الله الامامه وخليه يروح للنار اذا واحد خالف، ليش خايف على ابنه اللي يروح للنار فما يقول له؟ شوف كلام تاويل تعسفي كله للتاريخ. فهذه رواية الإمامية هكذا تقول أما زين العابدين هي, هي قصة محمد محنفية وقصة زين العابدين قصة مختلقة من أساسها لازم يعني محمد محنفية أصبح إمام الشيعة وثم بعده ابنه أصبح أبو هاشم عبد الله إمام الأعظم للشيعة في نهاية القرن الأول الهجري معروف كل الحركات الشيعية كان تدعي الشرعية من عنده ابو هاشم يعني ما كان زين العابدين يقول انا امام مقابل ذاك و... وتعال اعطيني الامامه لي ولا و... ما قصه ما... مختلقه تصور الصراع اللي كان بين الكيسانيه وبين التيار الجديد الامامي اللي يعطي الامامه لابناء الحسين فشلون يربطون شلون فش ياخذون الامامه من الكيسانيه يعطوها لهذا البيت الحسيني مو الحسني ايضا كان في صراع مع الحسنيين في بدايه القرن الثاني الهجري. فسووا هالقصه الاسطوره انه احتكموا الى الحجر الاسود وهي تنقل الكلام اللي كان شائع تلك الايام انه ماكو نص عليك انت شلون صرت امام يا زين العابدين؟ لا وصيه ولا نص. قال له امشي الحجر الاسود نحتكم، ما عنده دي. ما قال له انا عليه نص ولا عليه وصيه. والامام الحسين ما كان في صدد الإمامة حتى يوصل إلى علي بن الحسين لا قبل كربلاء ولا في أثناء كربلاء فهاي افتراضات ولم يكن يوجد أساسا نص مسبق من النبي واحد واحد بتسلسلهم هذا خلينا نشيله من ذهننا نحطه على صفحة ونشوف كيف تطورت نظرية الإمامة فما كان شيء اسمه موجود إمامة ولا شيء نص ولا وصية ولا مهتنون. ثم بعدين منزل عابدين إلى الامام آه، باكر كيف انتقلت الامامه؟ ايضا ما في ناس ولا وصيه، يقول في صفه كتب اعطاها إياها هذا هو كيف انتقلت من وكان وك وك عنده عشره اخوه الامام كيف انتقلت من الباكر للصادق ايضا كلام فيه وصيه عامه بدفنه وتكفينه وصلاته عليه وكذا ف المساله مو مو شكل مثل ما نتصور اليوم انه اكو ناس من النبي واحد واحد 12 واحد الامامه ما كانت حتى من طلعت نظريه الامامه الالهيه ما كانت محصوره ب 12 واحد كانت ممتده ليوم القيامه ثم بعدين لما وقفت في طريق المسدود وانتهت سووها 12 واحد وصارت 12 فتقول الاخت فاصبحت حجيتهم واقع حال لا يحتاج ان يوصي الاب لابنه لا كان, كان لذلك كانت الشيعه يتفرقون بعد وفاه كل امام، الشيعه الاماميه اللي كانوا يعتقدون بنظريه الامامه هم كانوا يقعون بحيره وكانوا يختلفون كل يوم بعد وفاه كل امام يتفرقون الى عده فرق يصيرون، لانه ما نص واضح ولا وصيه واضحه. ومن خلال التدبر بافعال واقوال ائمتنا لم نجد في قولهم وفعلهم شططا او خطا واقوالهم من الادب والفلسفه اعلى من مستوى البشر، هذا مو دليل. وهذه ليست أسمع أيضا يعني يمكن واحد يناقش في بعض الأمور وسوف أستعين بآخرين أو حتى منك إذا سمحت لمعرفة وإثبات حجية الأئمة أنا باحث الموضوع بالتفصيل في كتابي هذا وراء هنا التشيع السياسي والتشيع الديني شلون نطور الفكر الشيعي من سياسي إلى ديني صار في القرن الثاني الهجري وموجود على النت أي واحد يدخل اكتب العنوان هذا بيطلع لك بالانترنت في مختلف الصور يعني موجود. اذا اذا احد يحب يطلع بالتفصيل على الموضوع. بالنسبه لروايه الامام السجاد وعمه اذا كانت اسطوره فلا يحق لنا الاستدلال بها على عدم احقيه امامه السجاد. اي اذا كانت القصه وهم فلا نستطيع الاستناد عليها بالاتجاه المعاكس. لا هو ما موجود هي نفس الروايه تقول نفس الروايه تقول المرويه في الكافي وفي بصائر الدرجات لمحمد بن فروخ الصفار يروون دولة من ذاك من أواخر القرن الثالث الهجري وهذا من أيضا أواخر وبدايات القرن الثالث الهجري فيرون هاي الرواية أنه محمد بن حنفية قال زين أنت ما عليك ناس ولا وصية قال له إيه صحيح يعني ما ما قال له إيه عندي نص ووصية والإمامة قال له نحتكم للحجر الأسود ف دليل إمامة زين العابدين ما موجود عندنا أصلا إلا هذه القصة هذه الأسطورية فبانين إحنا كل عقائدنا على أساطير هاي أساطير هكذا صار بعدين نسوي لنا أنبياء أو نصف أنبياء أو ثلاثة أنبياء أو الأئمة أعظم من الأنبياء السابقين ونقوم نغالي ون يعني نصعد بيهم وما عندنا أي شيء مستند حقيقي لا آية قرآنية واضحه وصريحه ولا حديث نبوي. هنا طبعا الاخ أه الاخ حسين العراقي يقول العجب كل العجب من يزعم انه مؤمن او متشرع من الشيعه كيف يجيز لنفسه طلب معارفه المتعلقه بتكاليفه الشرعيه ممن هو يعترف بلسانه بانه ليس شيعيا ولا يرى امامه ائمه الشيعه. ولا يرى وجوب طاعتهم او او العمل باوامرهم ولا عجب منك اخي المسلم غير الشيعي كيف تجيز لنفسك الافتاء لشيعة لا تعد نفسك منهم وتبدي لهم رايك في فقههم وعقائدهم وصحح لهم أدبهم سبحان الله والامر قد اعتزلك بكله ما ادري شنو إيه قلنا في بدايه الحديث نحن نهدف الى يعني كسر الحواجز الطائفيه بين سنه وشيعه انه احنا مسلمين ونريد نعرف الاحكام الشرعيه من القران الكريم اولا ومما يثبته القران فهل يعني اذا في عالم سابق او مرجع الان مثلا قال في يعني كلام يعني كلامه صار حجه شرعيه ما يصير حجه شرعيه يمكن احنا نناقش فيه فاذا نخلي لا نستغرب من العمل هذا وخلينا احنا نكون مع بعض نحاول نثبت الأمور بأدلة واضحة وصريحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.